أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان اللغة الفرنسية لغة تانية مش عايزاه يشكل ليكوا أي مشكلة، ولازم نعرف انقسام الامتحان هيتكون من قطعة فه عليها 10 درجات، بعد قطعة الفه بنجيب سؤال سيتواسيون ب4 درجات من اختيار من متعدد، وعايزة تركيز كامل في الاختيار من المتعدد لأنه بيخسر درجات، يا إما بتكسب درجات يا إما بتخسر. بعد سؤال السيتواسيون عندنا سؤال اللي هو بنعتبره برضو فهم، ولكن بيتكلم عن أين تذهب، مين بيعمل الشغلة دي، أين تسمع، أقسام الجريدة، بينقسم لجزئين كل جزء ب5 درجات، فالسؤال ده عليه 10 درجات. بعد السؤال ده بنجيب سؤال القواعد اللغوية، هينقسم إن شاء الله إلى جزئين، جزء اختيار من متعدد وده عليه 5 درجات، وجزء عليه 3 درجات يعمل ما هو مطلوب منه، إذن السؤال ده عليه 8 درجات. آخر سؤال وهو السؤال الخامس هو سؤال إنتاج، يعني سؤال هل هتعرف تكون جملة ولا لا، هينقسم إلى جزئين، هنجيب 3 كلمات تحط كل كلمة في جملة، جملة سليمة صغيرة جدا، تنقسم إلى فاعل ومفعول به، فاعل وفعل ومفعول به، مش عايزين أكتر من كده، بدرجة 3 درجات. الموضوع برضو مش عايزينك تكتب كتير، أكتر من 4 أو 5 جمل هتاخد فيهم 5 درجات، يبقى سؤال الإنتاج هيكون من 5 درجات. نحسب بقى معانا الدرجات، 10 قطعة ف، سيتواسيون 4 بقوم 14، سؤال اللي هو أين تذهب وأقسام الجريدة ب10 درجات، يبقى بقينا معانا 24 درجة، سؤال القواعد 8 درجات يبقى أصبح 24 و8 كام؟ 32 درجة. آخر سؤال عليه 8 درجات 32 و8 بقينا سؤال الدرجة الكلية 40 درجة، ودرجة النجاح خلي بالك 20 درجة، نص الدرجة بالتمام والكمال، أقل من كده مفيش، وإن شاء الله نجيب الدرجة النهائية. بعض أول سؤال وهي قطعة الفهم بيقيس قدرات الطالب على إنه يفهم قطعة، القطعة دي ولله الحمد كلها من الحصيلة اللغوية اللي مر بها الطالب طول السنة، ومش عايزة أي استعجال في أي إجابة، وأنصحكم هقرأ لأول مرة قطعة الفهم، هاخد فكرة كبيرة عن القطعة بتتكلم عن إيه، هفهم على كبير مين بعت لمين، عايز ايه، بيتكلموا في ايه، مش شرط ان انا اكون فهمتها، هقراها للمرة التانية بتركيز اقوى، هحاول افهم برضو اكتر، وهقرا للمرة التالتة بتركيز اكبر واكبر، مش هبص للأسئلة قبل ما اكون قريتها 3 مرات. نبتدي نقرا مع بعض كده ونشوف. هقرا من اول كلمه في الوثيقه، لو كوريه، انا هقرا بهدوء، ليزي لو دوكيمون سويفون بوي ريبوندي او كيستيون سويفون، اخذنا على نمط هذا السؤال، اقرا الوثيقه التاليه ثم اجب على الاسئله التاليه. لو كوريه دي ليكتور، انا مش فاهم الكلمه دي يا ربي عديها، مش مشكله اعديها. لو كوتيديان، احنا واخدين في المنهج كلمه كوتيديان، ولو موند واخدينها في المنهج، هحاول افتكر مع بعض يعني ايه لو كوتيديان ولو موند، متهيألي الكل عارفها، وجريده لو موند عارفينها ان هي جريده العالم. سامي، اصبح الكلام موجه، فهمت انه لسامي. جو في ايسيي دو ريبوندر ا تي كيستيون et te donner quelques conseils. Tu me demandes
Comment faire pour améliorer ton français et pouvoir parler facilement? Je pense que la solution idéale est de venir passer plusieurs semaines en France. À mon avis, on doit vivre dans le pays si on veut apprendre vraiment une langue. Si tu te décides, ne viens surtout pas accompagné ni d'amis ni de parents. On préfère normalement utiliser sa langue maternelle avec ses amis. Tu pourrais essayer de trouver un emploi en France ou t'inscrire dans une école de langue. Tu y trouveras des enseignants français et y rencontreras des personnes de ton âge. Une autre idée, pourquoi ne pas prendre l'habitude d'écouter régulièrement la radio ou de regarder la télévision? Demande à tes professeurs s'ils ne connaissent pas des jeunes Français qui voudraient correspondre avec toi. Essaye de lire des livres en français ou abonne-toi à une revue. Une autre idée, pourquoi ne pas prendre l'habitude d'écouter régulièrement la radio ou de regarder la télévision? Demande à tes professeurs s'ils ne connaissent pas des jeunes Français qui voudraient correspondre avec toi. Essaye de lire des livres en français ou abonne-toi à une revue. J'ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre la langue anglaise et je pense qu'elles sont vraiment utiles. J'espère que toutes ces informations vont t'aider à mieux pratiquer le français, bien sûr. Je te souhaite bonne chance et bon courage pour tes recherches. انا قريت لاول مره وفي حاجات كده متلخبطه في دماغي بس انا فهمت في واحد عايز يتعلم فرنساوي وواحد بيتكلم عن لغه انجليزيه والراجل بيرد عليه نصايح على كبير انه عشان يتعلم الفرنساوي. دي الفكره اللي جاتني من قرايه اول مره. اعمل ايه؟ ابتدي تاني لو سمحت واقرا جمله جمله، وأول ما تشوف كلمة مضايقاك كده مش فاكرها حط تحتها خط وعديه، ما توقفش عليه، يمكن تفهمها من سياق الجمل. تمام؟ مش شرط أقول لأ دي كلمات أنا ما خدتهاش. يعني أنا هبتدي تاني يا ربي لكوغيي دي لكتور، طب ما أنا قريتها تحت مكتوبة لي مكتوبة بريد القراء. فبدأت أفهم، الله ده جورنال وبريد القراء، ويبقى إذا في واحد صحفي بيرد على ولد اسمه سامي، وهقرأ من جديد وأبدأ أفهم. Je vais essayer de répondre à tes questions، فهماها. Et te donner quelques conseils، فهماها. Tu me demandes comment faire pour améliorer. يا ربي حتى لو انا مش فاكرها من الفرنساوي انت رصيدك في الانجليزي يقدر يسعفك. اميليوريت هتيجي معناها تحسن. طون فرنسي، يبقى فهمت ان الواد سامي ده عايز يتعلم فرنساوي ويقدر يتكلم بسهوله اللغه الفرنسيه. هبتدي بقى الاقي جو بونس كو لا سوليسيون، متهيألي رصيدها واضح ومفهومه. Idéal, et de venir passer plusieurs semaines en France. À mon avis, on doit vivre dans le pays. Ne viens surtout pas accompagné. واخدين سورتو كتير يعني خاصة. أكومبانيي مستحب. لو أنت مش فاهم يعني إيه أكومبانيي، يا رب الجملة اللي بعدها تبين لك. ني دامي، ولا أصدقاء ولا والدين، ففهمت يعني ما تجيش مع حد. أون بريفير نورمالمون يوتيليزي سا لونغ ماترنيل أفيك سي زامي. بنفضل دايما نستخدم لغة ماترنيل، دي واخدينها من سنة أولى ثانوي. ماترنيل وباترنيل. ماترنيل يعني
ناحية الأم، يعني اللغة الأم حتى لو أنا مش فاهمها عديها، نتكلم لغته مع الأصدقاء فأنا هفهمها كده بداخل سياق الجملة إن هتكلم بلغتي مع أصدقائي، أي باللغة العربية، يعني مش هتكلم فرنساوي. Tu pourrais essayer de trouver, تقدر تجد، تحاول تلاقي، un emploi، وظيفة في فرنسا، ou t'inscrire، برضو الفيرب ده مضايقني، الله طب عديها، dans une école، يبقى إذا معناها عايزني أدخل مدرسة لغات، dans une école de langue، tu y trouveras des enseignants français، ستجد مدرسين. أنا أعرف إن كلمة enseignant مدرس و professeur مدرس français، et y rencontrera، وحتقابل شخصيات من سنك. فكرة تانية، pourquoi ne pas prendre l'habitude، ليه ما تاخدش العادة، d'écouter، متهيألي سهلة قوي، أسمع régulièrement، مش فاهمها عديها، لا راديو، يبقى عايز نسمع الراديو، او دو ريغاردي لا تيليفزيون، اتفرج على التلفزيون. اسال مدرسينك سي اذا ils ne connaissent pas des jeunes français، شباب فرنسي، qui voudraient correspondre avec toi، عايزين يراسلوا معاك. Essaye de lire، حاول تقرا كتب en français، ou abonne-toi à une revue. كلمة revue احنا واخدينها قبل كده، لو مش فاكرها سيبها شوية. J'ai utilisé، انا استخدمت، toutes ces méthodes، كل الطرق دي، pour apprendre la langue anglaise، يبقى إذا اللي بكاتب الكلام بيحاول يثبت إنه إزاي يتعلم اللغة الإنجليزية. Et je pense qu'elles sont vraiment utiles. Utile دي من المنهج يا أولاد، ولو مش فاكرينها ماشي هعديها. Utile يعني مفيدة، نافعة. J'espère que toutes ces informations، إن كل المعلومات دي، vont t'aider à mieux pratiquer le français، انك تتمكن من انك تتكلم بالفرنساوي او تتقن اللغه الفرنسيه. Bien sûr، بكل تاكيد. Je te souhaite bonne chance، متهيألي الكل عارف bonne chance، حظ جاي، حظ طيب ان شاء الله، وتشجع pour tes recherches. متهيألي اتضح شوية عندي برضو، بالرغم ان في حتت انا مش فاهمها، هقراها للمرة التالتة، ابدأ اقرا سؤال سؤال، ومع كل سؤال برجع لقطعة الفهم، لدرجة انك هتوصل انك قريت قطعة الفهم 7 مرات. ما تستعجلش وما تقولش حلتها بسرعة، حلتها بسرعة ممكن تفقد درجات. نمسك اول سؤال، Choisissez la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Ce document est extrait d'un journal. مستخرج من جريدة. هنا عايز يقيس فهمك في جريدة لوموند. أنت عارف جريدة لوموند، ومن المنهج عارف في جرايد فرنسية وفي جرايد مصرية. ممكن نقول لما نقعد المدرسين بيدرسوا لك أهرام إبدو، أهرام إبدو يقول لك ده جورنال مصري، أهرام مثلا لو بروجري إيجيبسيان ده جورنال مصري، أمال لوموند جورنال فرنسي، طب لو فيجارو جورنال فرنسي، باري سوار اللي كان موجود عندنا في الدرس الأخير برضو جورنال فرنسي، ولوموند في الدرس برضو الأخير جورنال فرنسي. طب نقرا أول سؤال، سو دوكيومون إيت إكستخي دان جورنال، هنقول فرنسي ولا إيجيبسيان ولا جورنال تلفزي؟ نختار إيه بقى يا أولاد؟ هنختار طبعًا أول واحدة، أن جورنال فرنسي، وبكتب بكل بساطة وأنا بجاوب 1 أ، يا إما 1 أ واكتب جنبها فرنسي. وقطعة الفهم
أرجوكوا ما بتتحلش إلا مرة واحدة بإجابة واحدة، لأن أكتر من إجابة ومكتوبة دايما على ورقة الامتحانات اختيار من متعدد لا يصحح الإجابة الأخرى. إجابة واحدة محددة ومرة واحدة. نشوف السؤال التاني كده، هيضايقني ولا مش هيضايقني؟ Ce journal paraît tous les jours ولا tous les mois ولا toutes les semaines؟ معلش ده في الدرس ال 16 ومكتوب لك وبيقيس فهمك دلوقتي الوضع الامتحان. كلمة quotidien دي معناها ايه؟ كوتيديان معناها كل يوم، جريدة يومية باخدينها في الدرس ال 16. يبقى لما يجي واضع الامتحان يسألني يقول لي الجورنال ده، الجورنال ده كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل ايه؟ بقى ما انا مش عارفة. لا انا عارفة كويس قوي، انا مذاكرة كوتيديان تساوي سو جورنال باغي لي جور. يبقى تاني واحدة هعلم على اتنين كلام سليم. وبلاش بقى، انا عارفة ان انا بكلم ناس ناضجة وفاهمة، في ناس بيعملوها، في ناس بيعملوها باختيارات كده باي لك، واللي هيعملها بار شانس ولا باي لك لا يمكن تيجي معاه كلها صح. مش هقول اخترت اول واحدة يبقى التانية ب، اوعى. ركز، واحنا ناس حريصة على الدرجة النهائية، ناس اتكونت صح، ناس اتعلمت طول السنة صح، فتفكر صح وتحل صح. يبقى انا عندي اول سؤال اجابته تاني سؤال اجابته اشوف تالت سؤال محطوط ايه. لو جورناليست، والله العظيم دي حاجات كده سهلة. دون دي ديفينيسيون، انا خدت الكلمة دي كويس قوي، معناها تعريفات بتاعت القاموس. ولا دي كونسي، واخده الكلمه دي كتير قوي، كونسي يعني نصيحه. ولا دي زوردر، اوامر. فكر كده وارجع تاني لقطعه الفهم، ده حتى يعني سهله قوي. اقرا الجمله تاني، والله الجمله الاولى جو في اسيي دو ريبوندر ا تي كيستيون اتو دوني كلكو كونساي، واديك بعض النصايح. يعني إيه؟ يعني ما فيش اسهل من كده. تالت سؤال هيكون لو جورناليست دون دي كونساي، سهله. السؤال الرابع، سامي فودغي اميليوري، سامي عايز يحسن سا لونج ماترنيل، دي الكلمة اللي كانت مضايقاني يا ربي حاسبها. طب ولا لونج انجليز، اللغة الإنجليزية، ولا لا لونج فرانسيز، اللغة الفرنسية، هعمل إيه؟ هطلع تاني. أنا الكلمة دي كانت موجودة في قطعة الفهم، طب هو عايز يحسن إيه؟ اميليوري تون فرونسي، يبقى أنا لسه في تاني سطر أهو، اميليوري تون فرونسي، يبقى انا فهمتها، يبقى مش اللغه الثانيه، يبقى انا بكده بمخي كده هعلم على رقم سي. يبقى اربعه، سامي فودري اميليوري لا لونج فرونسيز. حسيب بقى سا لونج ماترنيل دي يعني شكلها لغه بتاعته، لغه الام اللي من ناحيه مامته. بور ميو ابروندر اون لونج il faut aller dans le pays avec ses amis، يروح مع في البلد مع اصدقائه. ولا سل، متهيألي انتوا فاهمين يعني ايه سل، طب حتى لو مش فاهمها اصبر شويه. ولا avec ses professeurs، مع مدرسينه. انا هرجع للجمله تاني، انا مش مستعجله يا جماعه. هو قال له ايه؟ à mon avis on doit vivre dans le pays si on veut apprendre vraiment une langue. لو احنا عايزين نتعلم لغة يبقى لازم نعيش في البلد نفسها. Si tu te décides, لو انت قررت، ne viens surtout pas accompagné ولا مع اصدقاء ولا مع والدين. يعني ما اصول اجي من غير حد. يبقى انا هعلم على ايه؟ انا هعلم على ايه؟ معقول افيك سيزامي؟ لا. معقولة هعلم على افيك سي بروفيسور؟ لا.
هعلم على سل. وانت فاهم كويس قوي سل يعني لوحده، الون بالانجليزي، وخدتوها في المنهج كتير قوي. يبقى سل يعني الون. عندنا السؤال الثاني ب mettez vrai ou faux devant chaque phrase d'après le document. صح او غلط قدام كل جمله اشوفها. واحد، سامي سويت انسيني. دي من اساسيات اللغه. انسيني يعني ايه؟ يدرس اللغه الفرنسيه. هو بيتمنى يدرس اللغه الفرنسيه؟ لا طبعا. يبقى انا هكتب ايه؟ فو. فو. طيب هنيجي تاني جمله، لو جورناليست كونساي اسامي دو سانسكرير دون اون ايكول ان فرانس. انا هرجع تاني يا جماعه لقطعه الفهم، انا مش بحل الا كل واحده كل واحده اقرا تاني. Tu pourrais, d'après cette lettre, tu pourrais essayer de trouver un emploi en France ou t'inscrire. حتى لو انا مش فاهمه كلمه انسكرير، ده انا لاقيها هي هي في نفس السؤال. Dans une école de langue. يبقى اصبح السؤال بيقول لي ايه؟ Le journaliste conseille à Sami de s'inscrire dans une école en France. Wallahi, c'est vrai. Raqam 3. Contacter des Français est une bonne idée pour parler le français. منطقي. وهرجع تاني لقطعة الفه. ما هو قال له إذا كنت عايز تتعلم اللغة تعالى في فرنسا. يبقى أنا أتصل بفرنسيين فكرة جيدة عشان أتعلم فرنساوي. يبقى هكتب إيه؟ فغي. La correspondance. الكلمة دي واخدينها من أولى ثانوي، من أول درس، من عاشر درس. La correspondance، المراسلة مع فرنسيين، لا تساعد إني أتكلم فرنساوي. طب ما الكلام ده واضح. يا نهار أبيض، إيه الكلام ده؟ ده غلط خالص. Trouver un travail. أجد عمل في فرنسا نيكو. الامتحان ده عالي. نوكو دي أنت واخدها بتعادل إيه بالظبط؟ نوكو بتعادل إيه يا جماعة؟ حد يقول لي. بتعادل سلمون. سلمون يعني فقط. يبقى انا هقول اجد عمل في فرنسا ليس الا يعني فقط وسيله عشان اقابل اشخاص. شكل الجمله مش مظبوط، مش ممكن يكون ده صح. ازاي؟ هل لما اجد عمل في فرنسا عشان اقابل ناس ولا عشان اتكلم الفرنساوي برضو عشان اتعلم لغه؟ يبقى اذا هكتب الجملة دي ايه؟ فو. يبقى الجملة دي غلط. ارجع اقرا تاني قطعة الفه، ارجع اشوف اتأكد تاني من اختياراتي، اتأكد تاني من الصح والغلط. احنا مش مستعجلين، الامتحان بيستغرق ساعتين، وحقيقة القول الامتحان ما ياخدش ساعة. بهدوء كده ما ياخدش ساعة. يبقى انا مستعجل على ايه؟ طب ما انا احل بهدوء، لان كل درجة دي فيها مستقبلي.